مغامرة النهاردة؟ إن شاء الله. أوكي. طيب بما إن مغامرتنا محتاجة قلب جامد جدا وعشان نبدأها محتاجينك تاخدي تأشيرة المغامر، فهنسألك شوية أسئلة عشان نشوف أنت قد ختم المغامر والمغامرة كلها ولا لأ. أوكي. جاهزة؟ إن شاء الله. أوكي، أنت تقريبا بتسافري كتير، سافرتي كام بلد لحد دلوقتي؟ إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، جنوب أفريقيا، زنزبار، كينيا. 19. كل مره بتسافري بيكون عندك مغامره ولا مش شرط؟ معظم الاوقات بيبقى عندي مغامره، ببقى دايما يعني ببقى بمشي، لان انا ببقى شخصيه راندم كده، ما بخططش قوي، فدايما ببقى رايحه بنيه ان يعني بلدي تفاجئني بالحلو اللي فيها. يوم 28 فبراير اللي فات كنت منزله صوره في الاهرامات وكاتبه عليها at worst for a day. فاكره تفاصيل اليوم ده؟ انا اليوم ده تقريبا دي كانت اخر مره رحت فيها الاهرامات. كانت انا رحت كذا مره الاهرامات، بس كان ليا صديق من الشغل جه مصر، فانا رحت انا وصديقه تانية، فسحناه بقى يشوف الاهرامات ويتفرج على الحاجات الحلوه اللي عندنا. طب ده كان اقتراحك ولا هو قالك سلمى انا عايز اروح؟ بص اقول لك على حاجه، انا عامله نظام لاي حد بيجي سايح في مصر ناخد القاهره يومين او ثلاثه نفرجوا على الاهرامات، وبعد كده نروح مصر القديمه لاني بحبها جدا ومش كل الناس تعرفها. الحسين لو حب يروح الحسين، فانا مقسماها كده للسياح كل حاجه حسب انت عايز تعمل ايه وانا هقول لك انت تعمل ايه. اكتر حاجه بتفكري فيها وانت بتعملي مغامره؟ لا تقريبا ما بفكرش. يعني فكره ان انا رايحه اعمل حاجه زي بانج جامبنج او سكاي دايفنج ما فيهاش تفكير، على قد ما الادرينالين بتاعك هو اللي محركك. يعني فكره ان انت هتنط من مكان عالي، انت دماغك ما فيهاش حاجه، هتعمل ايه بكره او مش هتعمل ايه بكره مش موجود، هتاكل ايه النهارده مش هتاكل ايه النهارده، او عندك مشاكل ايه، كلها بتتمحي من دماغك، انت مش بتفكر في حاجه غير ان انت داخل على حاجه زي ما قلت لك الادرينالين هو اللي بيحركك فيها اكتر. احنا دلوقتي خلصنا اسئله، دلوقتي أوكي. هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره بالفي ار تيست ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي. جاهزه؟ ان شاء الله. يلا بينا. انا كده اروح التشيك بوينت صح؟ اوكي، بعد ما اروح التشيك بوينت محتاجه ضبط زوايا. بس ده بقى حته خطر خالص. اوكي انا خلصت يا جماعه، خلاص اوفر. انت 91% مغامره، وده هيديكي لقب مغامره مشتهله خالص. طب كويس. فانت دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامره، وخدي باسبورك وسلمي هناك. يلا بينا. قبل ما تمشي بس عايزين تسجلي فويس نوت، الفويس نوت دي هنسمعها اول ما تنزلي، تمام؟ اوكي. يلا بينا. ماشي. قول ايه بقى؟ هاي ماما، عامله ايه؟ سلمى، قبل ما ننطلق على المغامره بتاعتنا، عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاكي دلوقتي عشان يعيش معاكي مغامره؟ ممكن اختي واخويا. اظن مامتي تحب ان هي تبقى معايا، بس ممكن تخاف، يعني مش عارفه، هي بتخاف من الملاهي اساسا. طيب هقول لك على حاجه لذيذه قوي دلوقتي، كلميهم فيديو كول وعايشيهم معانا في المغامره. اوكي. هاي. انا رايحه اعمل سكاي دايفنج دلوقتي، وكانوا بيسالوني مين تحبيه كان يبقى معاكي، فقلت لهم زياد ونوره وماما، بس انا اظن ماما هتخاف تعملها. انت نوره تعمليها؟ هو ايه اللي تحفه انت تعمليها؟ انت لا يا ماما وخالته. انا هتفرج عليكم. وخالته؟ انا هتفرج عليكم بس، ما عملتش انا الحاجات دي. خالته؟ ممكن انا بحب. يا سلام، كنتش متوقعه بصراحه.